صحيح، اقعد فكر ازاي لسنين طويلة، بالمناسبة استاذ مفيد قاعد يكتب باعتباره نادي عابد، ازاي قدر يتقمص هذه السيكولوجية؟ يعني خد بالك، رجل بيكتب بسيكولوجيا بتاعت سيدة، وكتب صح وفي الجون قوي، يعني اللي ما كانش عارف ان ده الاستاذ مفيد استحالة هيساوروا أي شك. خلونا يمكن برضو في ولو حاجة بسيطة أيضا، دي صورته هو الأستاذة أمال رحمة الله عليهم يا رب، برنامج التاسعة والقناة الأولى، مش هقول وما سبيرو لأنه أكيد كل ما سبيرو يتحدث في هذه الليلة عن الأستاذ مفيد وهو أحد رجال ما سبيرو، ودي حاجة مهمة جدا، أحد أهم وأبرز الوجوه، أحد أهم الميكروفونات اللي اتكلمت بلسان الشارع المصري. تقرير عن الإعلامي الصحفي التلفزيوني الصحفي الكبير الأستاذ مفيد فوزي، وفاصل ونرجع نكمل الكلام. كان ابنا لعصر الكبار، فهو الصحفي الذي نشأ في مدرسة أحمد بهاء الدين وصلاح جاهين وحسنين هيكل، والصديق الوفي لأسماء اعتادت أن تصنع الأخبار وتحتل حيزها المستحق على الأغلفة، من العندليب لكوكب الشرق ومن سعاد حسني لعبد الوهاب. هو الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي غادر دنيانا اليوم بعد عمر من المجد الصحفي. أنا لما قلت الأستاذ محمد حسن توفيق العجيزي كنت أقصد الأستاذ لفظاً وقيمة ومعنى. بعد دراسته للفلسفة تدرب في مؤسسة روزا اليوسف، ومنها انطلق إلى تجربة صباح الخير التي غيرت ملامح الصحافة بالرسوم والسبق والمذكرات ودماء الشباب. حفر اسمه بإزميل في حجر العظماء، وحلق بعيدا بموهبته من غرف الأخبار إلى أثير الإذاعة مع أسماء عصية على النسيان كسل وحجازي وليلى رستم وسميرة الكيلاني، ثم شريكة عمره أمال العمدة التي دون أبجدية حبه لها في كشكول بات يعرف بكشكول الغرام. لك أن تتصوري أن أنا حتى الآن ما فتحتش غرفة نوم أمال حتى الآن. يا سلام، أوضة مقفولة اللي بتخشها بس حنان. كان فوزي سباقا في تلفزة الصحافة، فكان خلف النجاح المدوي للنادي الدولي مع سمير صبري، وفي بداية الثمانينات قرر أن يقدم برامجه وهو خارج الكادر، ثم كانت الانطلاقة الكبرى مع حديث المدينة نهاية التسعينات، حينما خرجت الكاميرات لتنقل نبض الشارع ليصبح واحدا من أهم برامج التلفزيون المصري، يحاور فيه الساسة ورجال الدين بحنكة صحفي اعتاد أن ينصب الفخاخ بين الأسئلة ويلتقط المنشطات من ألسنة الضيوف. دكتور يوسف، هل تعتقد أن هناك مساحة أو بمعنى أدق مسافة بين حياتك كإنسان ومعتقداتك ككاتب؟ توالت نجاحات فوزي في محطات عدة، يتصالح مع الزمن وينحني للجديد ويسابق المعرفة ويدعم حصيلته من المصادر، حتى رحل اليوم فكان هو نفسه بطل الخبر الحزين.